يسعد أوقاتكم بكل الخير. موجز الأخبار من قناة الشروق، مرحبا بكم. تم عصر أمس وبحضور وزير الثقافة والإعلام وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالآثار تحريك تمثال الملك تهارقة من مكانه القديم إلى مكان جديد داخل المتحف القومي، ليتجول أعظم ملوك كوش داخل المتحف في مشهد تاريخي مهيب. وقال وزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر إن تمثال الملك تهارقة يعتبر أكبر قطعة أثرية، لذا لم تكن عملية نقله بالأمر الهين. وبهذا النقل بدأت الإجراءات النهائية لافتتاح المتحف القومي، وسيكون أحد المصادر الإيرادية للدولة ووجهة من وجهات الوحدة الوطنية وبناء إنسانية الإنسان، حيث يلتقي الجميع لمشاهدة تاريخ وجغرافيا وحضارة السودان. جدد السودان عضويته في المجلس العالمي للموسيقى التقليدية من خلال تمديد عضوية أستاذ الموسيقى بكلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بروفيسور محمد آدم سليمان، وتلقى خطابا من الأمين العام للمجلس العالمي للموسيقى التقليدية السيد لي تونغ سون، يفيد بتمديد عضويته في المجلس حتى 31 من ديسمبر للعام 2023. ومن خلال هذا التمديد يتمتع بجميع المزايا والمسؤوليات للأعضاء الكاملين، بما في ذلك المشاركة في أنشطة المجلس وتقديم الأوراق في المؤتمرات العالمية وندوات الفريق الدراسي للاتحاد الدولي للمؤتمرات وغير ذلك. قال والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة إن الوضع الراهن للمنازل المهجورة يشكل مهددا حقيقيا وأمنيا وبؤرة للجريمة والمخدرات. وقال وقام الوالي بجولة تفتيشية للمواقع المشتبه فيها، شملت المنازل المهجورة بوسط الخرطوم المتاخمة لشارعي المكنمر والسيد عبد الرحمن، وذلك في إطار حملة مكافحة المخدرات. وقال الوالي إن المنازل تقع في أفضل منطقة بالخرطوم، وعلى أصحابها تقنين أوضاعها، وفي حالة إهمالها سيتم التعامل معها وفقا للقانون. أجاز مجلس أمناء جامعة النيل الأبيض في اجتماعه الأول للعام 2023 بمجمع الشهيد علي الجيلاني بكوستي ظهر أمس برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة السماني عبد المطلب، أجاز تقرير الأداء الأكاديمي والإداري والمالي للعام 2022 وخطة الجامعة للعام 2023 بحضور رئيس المجلس القومي للتقويم والاعتماد المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي عبد الغني وعدد من أعضاء مجلس الأمناء. وأمن رئيس مجلس أمناء الجامعة على أهمية الاستمرار في التدريب الداخلي والخارجي للعاملين بالجامعة. وأعلن مدير جامعة النيل الأبيض الشاذلي عيسى منح مجلس الجامعة الدكتورة الفخرية للشيخ محمد إبراهيم الخوجلابي لجهوده المقدرة في خدمة قضايا التعليم. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جامعة النيل الأبيض اعتمد مستشفى الشيخ الخوجلابي بربك بأن يكون المستشفى الجامعي لجامعة النيل الأبيض. انطلقت أمس باستاد مدينة مروي الدورة التنشيطية لمنافسات الأندية والتي ينظمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمروي دعما وإسنادا لمشروع تنجيل وتسوير استاد مدينة مروي. وشهد انطلاقة فعالية الدورة لفيف من الرياضيين، حيث جمعت المباراة الأولى في المنافسة جمعت فريقي نبتة مروي والتحرير مروي، وانتهت بفوز فريق التحرير بثلاثة أهداف دون مقابل. وتم خلال المباراة تكريم خبير التدريب كوتش مجدي إحامر من قبل أقطاب فريق نبتة الرياضي تقديرا وعرفانا لجهوده في رفعة الفريق والرياضة بالمحلية. نهاية الموجز، شكرا جزيلا لتفضلكم بالمتابعة وفي أمان الله.